تم بجامعة والماس إعطاء الانطلاقة الرسمية للدورة السادسة لمنطقة والماس للتنمية المحلية، وذلك خلال حفل حضره على الخصوص رئيس مجلس جهة الرباط سل القنيطرة ورئيس جامعة والماس وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين. يعد هذا الحدث الذي ينعقد بعد عامين من التوقف بسبب وباء كوفيد-19 فرصة لتبادل الرؤى واللقاءات بين السكان الذين يحضرون طوال الحدث مجموعة متنوعة من الاحتفالات، منها مجموعات شعبية لأحيدوس وفرق أمازيغية وفنانين وكذا عروض الفروسية والتبوردة. هو حدث جد مهم وكيندرج في إطار تنمية سلاسل الإنتاج الحيوانية، واللي الجيل الأخضر اللي هي الاستراتيجية ديال التنمية الفلاحية واللي عطى سيدنا الله ينصرو الانطلاقة ديالها 22 كتعطي لها واحد الأهمية قصوى. فالتركيز على هاد السلالة بالنسبة للأبقار واللي هي سلالة قليلة من السلالات يعني القليلة المحلية على الصعيد الوطني، هو يعني هدف جد مهم فيما يخص التنمية المحلية. اليوم تنعرفوا بأنه السكينة ديال العالم القروي والعالم الجبلي كتعيش ظروف صعيبة، ولكن واخا هكاك بقى ثابتة في المناطق ديالها وما كتهاجر. إذن اليوم جينا جبنا واحد البرنامج مواكب العيش اليومي ديال المواطن فيما يخص مثلا تشجيع سلالة الأبقار والمزعير من خلال البرنامج ديال التثمين اللي هو اتفاقية مع وزارة الفلاحة، ولكن أيضا الدعم المادي غادي ندعموهم في المواكبة ديال الصحة الحيوانية في تحسين النسل في تثمين المنتوج. من أجل الترويج لمنتجات المنطقة أقام ملتقى والماس للتنمية المحلية أجنحة لفائدة مختلف التعاونيات في المنطقة، حيث يعد هذا المعرض السبيل الوحيد لتسويق المنتجات المجالية والصناعة التقليدية المحلية في المنطقة. التعاونية ديالنا تأسست سنة 2017، يعني احنا المجال ديالنا ديال الاشتغال هو الخزامة بالاساس، اضافة الى بعض الاعشاب اخرى مثل الزعتر فليو لويزا. الاكثرية انسيستيو على الخزامة، هي اللي عندنا يعني موجودة في البلاد ومزروعة يعني مساحات كثيرة في والماس هنايا. يتيح هذا الحدث التي تتواصل فعالياته حتى 24 يوليوز الجاري للزائرين فرصة اكتشاف المنتجات المحلية المختلفة للمنطقة من قبيل نبتة الخزامة ومستخلصها والكسكس التقليدي أو أنواع مختلفة من العسل المحلي.